جميل وهو ان شاء الله موفق باذن الله. اجي بقى الدكتور ياسمين، يعني دكتوره انت كان ليكي دور كبير، خاصه ان في اصابات كانت طول الموسم بشكل دوري، وفي اصابات كبيره، وفي اصابات يعني زي ما بنقول بلغه اللعيبه مقرفه، شد سبرين مش عارف ايه. كلميني ايه اللي حصل الموسم، وازاي بدات تفكري ان انت تشتغلي مع لعيبه، وازاي عامله فايل لكل لعيبه؟ كلمينا بقى بتفاصيل عن المجال بتاعك وعن مساعدتك لفرقتك. تمام. هو طبعا الموسم كان طويل جدا ومتعب، بس يعني بحكم ان انا مع الفرقه بقالي 5 سنين ويعني اتعاملت معاهم في النادي وفي المنتخب، ف يعني كنت عارفه كل حاجه عن اللعيبه يعني بقالنا فتره كبيره. بدانا الاصابات الخفيفه بنحاول ان هي ترجع بسرعه على قد ما نقدر. لو كان في اصابه جامده، ما افتكرش ان كان في اصابه جامده السنه دي او خدت وقت طويل يعني. صحيح. بس بنحاول ان احنا كمان نمنع الاصابه، يعني لما بدات احس ان اللعيبه هتشد او يبقى في حمل عالي على طول بكلم كابتن طارق وكابتن اكرم. بتحس بده يا دكتوره؟ يعني ممكن تحس بلعيبه ان هي داخله على شد او داخله على اصابه، بتحس بايه؟ يعني ايه اللي بتشوفيه مثلا؟ نقول نادين السلعوي مثلا، يعني انت تقولي نادين حاسه ان هي مكادره، انت تشوفي ايه ازاي؟ طبعا نادين من اللعيبه البروفيشنال، فطبعا هي على طول بتبقى واخده بالها من نفسها، فانا عندي فعلا لعيبه لما بيقولوا احنا شادين بعرف ان الدنيا في حاجه غلط يعني. طب الاجهزه، العلاج الطبيعي من غير اجهزه ملهاش معنى يعني. انت ليكي شغل مانيوال وحاجات بايدك، بس انت محتاجه التراسونيك، محتاجه ليزر، محتاجه انفراريد، الاجهزه دي بتبقى معاكي في التمرين ولا في اوضه مجهزه؟ لا، على طول بيبقى معانا الدولاب بتاعنا مجهزين فيه الاجهزه على قد ما بنقدر، وطبعا العياده في النادي الاهلي مساعدنا كتير. انا كنت شغاله في العياده قبل الفرقه كمان فعلا، فقعدت فيها سنتين، فبصراحه هناك الناس يعني لو اللعيبه محتاجه جلسات بتاخديها على العياده بتاعت النادي؟ باخدها قبل التمرين، بنعمل الجلسه هناك، الاجهزه كلها يعني بصراحه هناك كمان بيساعدونا ان اي وقت احنا بنروح فيه الاوضه مفتوحه لينا، مش بيعطلونا خالص، لا احنا لينا اوضه بندخل على طول نخلص الجلسه ونمشي على طول. طيب مين المساعدة. اكتر لعيب كان عنده يعني اكتر لعيب في الموسم قعد معاكي بشكل دوري او كان يعني زي ما بيقولوا زبونك في في في, في العلاج الطبيعي فتره طويله، مين اكتر لعيبه؟ لا يعني هو بلاش نقول اسامي، بس يعني كانوا في ناس كده معينه دايما بيبقى في شد، بس برضه يعني بقول لك الاصابات كانت بتبقى بسيطه، اللي هو يعني الحمد لله ما كانش عندنا اصابه جامده او طولت او قعدت فتره طويله. ممكن بس فريده كان في اول الموسم ظهرها خدنا شويه وقت، اشتكت شويه فريده، بس حاولت ترجع بسرعه وهي رجعت نفسها كمان على طول. بس باقي الناس حاجات بسيطه كده. دكتور سعيده بالموسم ده؟ بصراحه بجد حاسه انتوا تعبتوا؟ تعبنا قوي ولقينا، وبجد يعني كمان الجهاز مساعدنا جدا، يعني كابتن طارق متفاهم جدا جدا لاقصى درجه، يعني عمره ما ضغط عليا في ان اللعيبه دي لازم تجهز دلوقتي حالا، لا هو دايما محسسنا ان الفرقه هتكسب بواحد او بعشرة، وبيبقى متفهم يعني يا كوتش يقول لي لا لازم تاخد وقتها، لازم تنزل وهي سليمه 100%، مش هنيجي على طب حد. خليني اسالك عن ماتش معين، انا كنت كويس افتكرت يا كابتن طارق، ماتش الجزيره الاولاني في الفاينل شيكي اللي ما لعبتش وكانت في ال 12، ايه القصه؟ لا هو كان جالها سبرين بسيط خالص يعني في التمرين ليله الماتش، يعني تمرينة ليله الماتش رجليها اتلوت، بس ورمت كان مثلا الانكل ورم ولا ورم شويه، بس احنا شفناها بتسخن ده قبل النهائي. لا هي ما سخنتش ده قبل النهائي، قبل النهائي دوري السعودي مع سموح قبل النهائي. انا فاكر اول ماتش طب كانت ورمه ورمت رجليها شويه ولا هي ليله الماتش جالها سبرين بسيط ورمت شويه، بس قعدنا بقى طول الليل يعني مع بعض، يعني جت لي الاوضه هي قعدت اصلا تقول لي دي اول مره اخد جلسه بوقت طويل كده. قعدنا مثلا من الساعه 10 لحد الساعه 2 بالليل تلج وجلسات بقى، وتاني يوم الصبح برضو صحينا تلج وجلسات عشان الورم يقل، طبعا ناخد ادويه، بناخد حقن حاجات تقلل الورم لحد ما قدرنا ان هي تسخن لعبه الماتش الثاني. برافو عليك بجد. كمان هي يعني كانت ممكن الماتش الاولاني، بس هي كانت ممكن تنزل، بس كانت هي خايفه ان لو نزلت ياثر على الماتش الثاني او ممكن ما تنزلش. اكتر حد بيشيل الهم في الاصابات هو دكتور العلاج الطبيعي اكتر واحد. بس جود جوب عملت عليكي، واكيد فرحانه بالموسم ده دكتور. ميرسي يا كابتن.